إن من آخر العظائم والأهوال هي النار العظيمة التي تسوق الناس إلى أرض المحشر. تخرج هذه النار من اليمن، من طعرة عدن، أو من بحر حضرموت، وهو ما يسمى الآن بحر العرب. فعن حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى قال صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر على ثلاثة أفواج: الأول فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون، والثاني فوج يمشون تارة ويركبون تارة يتعقبون على البعير الواحد، اثنان على البعير، وثلاثة على البعير، وعشرة على البعير يتعقبونه، وذلك من قلة الظهر يومئذ. والثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم أكلته. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وقال عليه الصلاة والسلام: تبعث نار على أهل المشرق تحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم وتخلف، وتسوقهم سوق الجمل الكثير. وكون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، وعندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولا. فالنار التي تسوق الناس إلى محشرهم هي آخر العلامات من عمر الدنيا، وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. وهذا الحشر ليس المقصود به الحشر من القبور، ولكنه حشر يكون في الدنيا إلى أرض المحشر بالشام وقبل النفخ في الصور، كما قال به جمهور العلماء. وقد ذهب بعض من أهل العلم إلى أنه حشر النار المذكور في الآخرة، ولكن الحق الذي عليه الجمهور أن حشر النار هذا يكون في الدنيا وقبيل النفخ في الصور. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تحشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح. وتكون جهة الحشر إلى أرض الشام، قال صلى الله عليه وسلم: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون ثلاثا، ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم. قال ابن أبي بكير وأشار بيده إلى الشام فقال: إلى ها هنا تحشرون. والسبب في كون الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام. قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، وظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري، فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وقال عليه الصلاة والسلام: سيسير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. قال ابن حجر: وأما حشر الآخرة فقد جاء في الأحاديث أن الناس يحشرون مؤمنهم وكافرهم حفاة عراة غرلا بهما. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، وتلا قوله تعالى:
كما بدأنا أول خلق نعيده، وأن أول الخلق يكسى إبراهيم عليه السلام، فدل هذا على أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة.